أثبت شيء ثالث. أثبت هذا. وليس هناك ثالث. يصح نفي الذكور والأنوثة عن الملائكة لأنه ليس من شأنهم الاتصاف بها. أما بالنسبة للإنسان لا يصح. ينفعش ننفيهم الاثنين دول. نقيدين دول. لا ضدين. ضدين. إنما ما ينفعش يعني عما من شأنه. إنما هل من شأن الملائكة؟ لا ليس من شأنه. إنما يعني حتى تعالى أحيانا يعني يشتبه عليه زي مثلا الموت والحياة دول ضدين ولا نقيدين برضو عما من شأنه. لو ممكن نقول الحجر ده لا ميت ولا حي. نعم. خلاص. والله تعالى يقول لا يموت فيها ولا يحيا. يبقى هنا رفع الاثنين بس مش مرفوعين في الحقيقة. لأنه لا يموت يعني معناها ما نفى الموت ولا نفى الحياة. يقولك لا يموت يعني الموت اللي هو لا يتأثر يعني أو لا يشعر ولا يحيا الحياة اللي هي يتحمل ويقوى. يبقى هنا إيه المراد يعني نفى الموت الكامل والحياة الكاملة. يبقى معناها هنا إيه بيقول لك انفكاك الجهة. الجهة دي غير جهة يعني من جهة ومن جهة إيه أخرى. فلو كان ثمت لو وجد يعني إلى هامش ما وجد شيء من الأكوان كيف يقول في اثنين إذا كان واحد أوجد قال اثنين من باب أولى قالت لا لأنه هنا واجب الوجود في البارح إنما الكلام ده تعدد سنين في الحادث أما القديم أو الواجب من شأنه أن لا يتركب وأن لا يتعدد من أحكام الواجب. فلو كان ثمة إلهان ما وجد شيء من الأكوان ولكنهما موجودان. تلقى القضية اللي يسموها هذه قضية شرطية قياس شرطي قياس استثنائي لأنه في قضية شرطية والاستثناء متصل مش منفصل. والقياس الاقتراني غير القياس الشرطي. القياس الاقتراني بتقترن فيه الايه الحدود انما الاستثنائي اداة الاستثناء اللي تستعمل في المنطق هي ايه لكن ما فيش غيره لكن لكن يقول لك مثلا لو كان هذا جد لكان متحيزا كده لو كان هذا جد لكان ايه متحيزا تروح تقول لي لكنه جسم فهو متحيز هذا النتيجة ده استثناء لأنه استعملت فيه أداة للاستثناء يعني إلا بمعنى كده الآية فيها قياس استثنائي شرطي لكن لو كان فيهما آلهة إلا الله لا إلا مش أداة استثناء وقلنا أداة الاستثناء مش إلا في المنطق أداة الاستثناء لكن إذا معناها شوف في واحدة صغرى وفي واحدة كبرى في ذا يسموه في المقدمة الشرطية المقدم والتالي تمام كده إذا معناها يا إما مطوية يعني محذوفة يا مثلا تقدير الكلام لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا قال شوف كده المقدمة الثانية محذوفة لكنهما لم تفسدا مفيش فساد لم تفسدا نعم يبقى بطل يبقى حيحصل الايه التعدد نعم شوف كده النتيجة محذوفة كأن ربنا سبحانه وتعالى جعلها الآية دي دليل بعض العلماء زي السعد والسرسجاني بيقول دي الحجة فيها حجة إقناعية خطابية وليست حجة قطعية عقلية وشنعوا على السرسجاني وكانوا حيضربوه في عشان الكلمة يعني أنت خطيب تقنع الناس وتعمل إثارة وترضي مشاعرهم لكن ما فيش أدلة قطعية يعني ينفي قطعية الآية لا ينفي البرهان اللي فيها مش عقلي يقول البرهان خطابي إقناعي يعني مش برهان واحد زي واحد زي اثنين قال لا البرهان اللي في الآية عقلي لأنه الشيخ السعد وغيره الأيدوه فهموا الفساد بمعنى اختلال النظام اختلال إذا الفساد يفسر على إيه اختلال تفسيرين إما أن يراد به هي معنى لفسادته
يعني لا اختل النظام يعني الليل والنهار وانت تدخل فيه وندخل فيه وما حدش عارف ان ده الرجل ده امرأة ده في اختلاف نعم في اضطراب يعني زي فوضى نعم زي مثلا اثنين بيحكموا الجمهورية هيحصل فوضى نعم واحد يقول تروح الشغل الصبح لا الثاني تروحه بالليل وهيحصل ايه اضطراب يعني لا رئيس انت تقرأ لو أداء برهان ده خطابي دليل خطابي وفرض الرئيسين والاثنين محترمين بعض وده بيقول له مش كده يقول له حاضر إذا ما تقرأش إذا معناها إذا كان الدليل مش خطعي بيسموه إقناعي خطابي يعني زي أدل كلام الخطباء يرضي الناس ويريحهم لكن مش خطعي بدليل يطلع لما في الخطبة متأثرين وبينفع لذلك لأنه قائم على عاطفة إنما قائمش على حجة عقلية وذلك لو كان حجة عقلية خلاص ما حدش يخالفهم لو بعد ما يطلع من جانب يقول لك باع مباشرة فعاوزين نعرف الدليل هنتكلم فيها بعد ممكن ايه ده ما ها عاوزين أدلة عقلية لأنه براهين العقيدة قطعيات المعنى الثاني للفساد يا مولانا ألا يوجد معنيين للفساد إما أن يكون الفساد اللي هو معناه اختلال النظام نعم أو معنى الفساد العدم نعم لأنه انقلاب الحقائق يعني مستحيل هل في فساد أعظم لأنه الشيء الموجود إذا مش موجود لأن أعظم صور يعني فساد لانه اذا جعلت الاختلال ده نقص فما بالك بعدم الوجود اصلا يبقى من باب اولى يعني ما فيش يبقى اذا اللي فسر او قال لفسدت بمعنى اختلال نظام الكون جعل الايه خطابية اقناعية نعم بل فيها مش دليل برهاني قاطع عقلي نعم فهم يقول مثلا تعالى لو كان ثمة إلهان اثنين ما وجد شيء من الأكوان طيب ووجودهما لكنهما موجودة الأكوان موجودة نعم. والعالم موجود بطل المقدم ولذلك خذ بالك ايه معنى لفسدت السماوات والأرض لو كان فيهما آلهة لفسدتا مثنى هنا المراد لفسدتا عن السماء والأرض نعم لكن هو الحقيقة هنا أطلقت السماوات والأرض وليس المراد السماوات إنما المراد العالم كله علوي وسفلي وأجرام وسماوات وعرش كله ولكن عبر بالسماوات والأرض لأنه قال إيه خلق السماوات ما بينهما لما عبر على عالم السماوات والأرض المراد بالسماوات والأرض يعني العالم العالم نعم يعني ما وجد شيء من الأكوان فلو كان إلهان قلنا كده في صورتين عندنا إما أن يتفق وإما أن يختلف فإن اتفق فلا يمكن أن يوجد مش حاجة بسهول لو اتفقوا كيف قال لك لأنه لو اتفقوا سبحان الله الكون ده هيتوارد يعني قدرتهما وإرادتهما وتأثيرهما على شيء واحد فإما أن يوجداه معا واما ان يوجد باحدهما يعني اما ينسب اليهما او ينسب الى احدهما او لا ينسب الى واحد منهما هذه القسمة العقلية فان كان ينسب اليهما معا بلك مستحيل لما حيلزم من كده ما مؤثرين على مؤثرين اجتماع مؤثرين على اثر واحد او قادرين على مقدور واحد او كاتبين على مكتوب واحد او فاعلين على فعل واحد او ينسب لاحدهما وهذا يؤدي الى ايه الترجيح بلا مرجح الترجيح بلا مرجح وعجل ايه الاخر مع ايه لو حدث بالاثنين ما ينفعش يقول لك مستحيل عقلا يعني مؤثرين على اثر واحد ده يحيل العقل كل واحد كامل الألوهية فكيف يجتمع لأنه هذا بتمام إرادته وألوهيته وكمال ربوبيته قادر على أن يخلقه وحده فكيف يجتمع مع واحد ثاني حيعاونه لا ما هو تام الألوهية وتام القدرة
هيساعده يبقى لو افترضنا دي حيبقى معناها هنفترض ان هو عاجز او مفتقر وهذا لا يصلح انه يكون اله. ولو قلنا ده تام وده تام لما هو يخلق بتمام قدره واحد ايه لازم الثاني؟ يعني مثلا انا استطيع ان اكتب الحمد لله وانت تستطيع ان تكتب، هنكتبها مع بعض، انت تمسك القلم وانا امسك القلم، لا انا هكتب ولا انت هتكتب، او انا هرخيلك اذا وافقك يبقى معناها انت اللي هتكتب مش انا، اذا انا كده تعزلت، او لا انا ولا انت هنكتب، يبقى هتتكتب واحده برضه ده مستحيل. واضح كده؟ أيوة. اذا ما ينفعش ايه ان يوجد بهما مع الاجتماع مؤثرين على اثر واحد. نعم. ما ينفعش يوجد باحدهما. طب ليه ما وجدش بالثاني؟ ما انت اله وانت سمعنا يعني يبقى ده اسمه ترجيح بلا مرجح وعجز الايه؟ الاخر. طب بلاش ما تزعلوش مش هننسب العالم لا الى هذا ولا الى ذاك، ده من باب اولى ده مش هيوجد اصلا. اذا وجود اثر بدون مؤثر يبقى معناه ده دي اشد ليه اشد اذا كانت مين من بعض ده العقل يحلها تماما. يبقى فان اتفقا فلا يمكن ان يوجداه معا. نعم. لورود مؤثرين على اثر واحد زي مطرقتي الحداد لا تقعان معا. مطرقتين مش مطرقه واحده مش هينفع يضرب بيه يعني الحداد حتى المكان يعني حتى الحداد لو مسك مطرقتين وحد مش هينفع لازم يضرب بواحد يضرب بالثاني تمام كده. ولا يمكن يبقى مطرقتي الحداد لا تقعان معا ولا يمكن ان يوجداه مرتبا يعني بالترتيب لانه اذا اوجده الاول فالثاني لا محل له لا نعم. محل له من الاعراب نعم تحصيل حاصل ولا يمكن ان يختص احدهما ببعض يعني العالم والاخر ببعضه الاخر لا لانه اذا تعلقت قدره الاول بشيء فمعناه امتداد الطريق امام ايه القدره الثانيه امام قدره الثاني وهذا عجز يقتضي انه ليس بإله. فالاحتمال الثاني قلنا الاول اما ان يتفق والثاني يختلف ان يختلف بان يريد احدهما ايجاد العالم والاخر عاوز اعدامه. قال لك شوف لا يمكن ان ينفذ مرادهما معا ولا يمكن ان ينفذ مراد احدهما اذا نفذ المرادين مع بعض هيترتب عليه اجتماع الايه النقيضين او الضدين. نعم. طب ولو نفذ مراد واحد وما نفذش مراد الثاني يبقى الثاني عجز. نعم. وكيف يعجز احنا افترضنا انه اله تام القدره. نعم. وحيلزم عجز الاول برضه لانه مثله والتماثل بينهما بعاجز وبعاجز. حتى الذي اثر وخلق وفعل حتى الذي اثر برضه حيلزم عجزه لانه لو حبينا نعيده من جديد في الجولة دي اخذتها انت في المرة الثانية حتى بنا فحيلزم عجز ده التماثل تماثل وهذا اسمه دليل التمام الاول التوارد يا مولانا التوارد عشان توارد هما يعني سمي بذلك من لما فيه من تواردهما توارد قدرتيهما او ارادتهما على شيء واحد والتمام من الايه من التفاعل من المنع معناه ان يقصد كل واحد منهما ان يمنع صاحبه لانه كل واحد فينا عكس الثاني. نعم. فانا عاوز انفذ وانت عاوز تنفذ واللي انت عاوز تنفذه ضد ونقيض اللي انا اريد تنفيذه فلازم امنعك عشان يتم ايه مراد ولازم انت تمنعني عشان يتم مرادك يبقى انت مرادك يقع ولا انا زي سمو التمام ولازم يكون بين طرفين زي التقاتل والتغالب والتعامد ومفاعل ما ينفعش المنع لا يسمى لانه حيؤدي الى ان احدهما مانع والثاني ممنوع لكن كل منهما مانع ثم كده دليل التمام ويسموه التضارب ويسموه التخالف والتعامد والى اخره وكل موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى. يبقى معناه كل واحد من المتمانعين يريد ان يمنع صاحبه بان يكون كل منهما قادر على احداث ما يحدثه الاخر. وانما يصح التمانع مع الاختلاف في المراد. يعني ما دام في اختلاف في المراد يصح التمانع. يصح
يبقى هذا البرهان اللي هو مع الاختلاف في المراد يسموه ايه؟ التمامة. انما مع الاتفاق في المراد يسموه التوارد. وحيلزم عليه برضو ايه؟ المحال العقلي زي ما حيلزم على الايه؟ على التوارد. طيب عرفنا كده ده اسمه الاول اسمه برهان ايه؟ التمامة. وفي شرح المسافية ايضا اللي هو البرهان الثاني اللي هو اسمه التمامة يقابله البرهان الثاني اللي ما يسموه ايه؟ برهان التوارد. وبرهان التوارد تقريره كده سهل كده. تقريره سهل في شرح عقائد المسافية انه لو وجد الى هان يلزم الا يوجد شيء. قالوا ليه؟ قال فانه لو وجد ممكن فإما ألا يستند إليهما مستحيل. فلا يكون كل منهما إلها نعم. وإما أن يستند إلى كل منهما يلزم اجتماع أثر بين مؤثرين أو يستند إلى أحدهما فيلزم. إذن إحنا عاوزين نفسر أو نشرح ما معنى لفسد. ما معنى الفساد المراد في قوله تعالى لفسد؟ إما أن يراد به عدم التكون العدم. تمام العدم يعني العدم يعني لفسدتا اي لا عدم لن عدمتا يعني لما وجدتا خلاص كده لما وجد افضل واما اياها واما ان يراد بالفساد اختلال نظامهما. فالفساد اذا اريد به عدم التكون يعني عدم الوجود يبقى معناه لو تعدد الاله لم توجد اي لم تتكون السماوات والارض لأن تكونهما إما بمجموع القدرتين أو بكل منهما أو بأحدهما والكل باطل. أما الأول فهمنا سلام ذا إله كمال كامل القدرة وحيلزم توارد العلتين المستقلتين على ما ذا إلا مستقلة وذا إلا مستقلة ذا إله وذا إله ذا سمي برهان الإيه التوارد هذا تقريره. طب خلاص كده إن أريد به وإن أريد به يعني بالفساد الخروج عن النظام هذا معنى ثاني. ولذلك لو أردنا بالفساد الخروج عن النظام حيبقى الحجة اللي في الآية حجة إقناعية خضابية وإذا أريد به العدم حيبقى حجة عقلية إقناعية. نعم هنقول الثاني ده إن أريد به الخروج عن النظام فتقريره أنه لو تعدد الإله لكان أو أمكن يعني ده بينهما التمانع والتغالب وتمييز. كمان في مشكلة تانية مش التمانع والتغالب فقط ده كمان في حاجة تانية اللي هي ايه تمييز صنع كل منهما عن الآخر. يعني مثلا افترض 10 آلهة وانت مش عارف مين اللي خلقك فيهم هتعبد مين ولا هتسمع كلام مين. ما انت لازم ايه نميز ده خلق ايه وده خلق ايه فلا نعرف التمييز بين أجزاء العالم لأنها كثيرة فهيختل ده حيدعي لا أنا اللي خلقه ده وكل واحد فيهم مش عاجبه الثاني أو مش عاوز يسمع أوامره شديدة يقول لك لا ده أنت ما خلقتنيش ده اللي خلقني إذا حيختل في الحالة ده حيختل يقول لا مش هينفع الكلام ده حيختل النظام لازم كل واحد فينا ياخذ نصيبه ونفض الشركة دي. ولذلك قال تعالى إذا لذهب كل إله بما خلق وحيدور عشان نميز نفس العهد عايزين نشوف انت خلقت ايه عشان كده سموه ايه برهان ايه خطا بإقناعي. نعم خلاص كده واضح كده لما نعم مولانا الحته اللي فاتت بتاعت العله يا مولانا العله مش تخالف مذهبنا يا مولانا تخالف مذهب مين مذهبنا لما نقولش بالعله والمعلول في الخالق. نعم اللي بيقول كده خلاص ما احنا ما قلناها يعني بنقولها كدليل عقلي ما احنا مش بنقررها كاعتقاد يعني مش هم بيقولوا كل معلول له علة ما ينفعش المعلول الواحد يبقى له علتين ما احنا بنقنع حجج عقلية احنا ما بنقولش احنا ديننا والعقيدة احنا ما بنستعملش الكلمة دي اصلا. يبقى الملخص هنا لو امكن التعدد لامكن التمامة ولو امكن التمامة لزم احد الامرين الممتنعين لذاتهما كده لزم احد الامرين الممتنعين لذاتهما اللي هم اجتماع النقيضين. اجتماع النقيضين ممتنع ليه لذاته
اللي هو أن ينفذ مرادهما وعجز أحد الإلهين، إن نفذ مراد أحدهما وعجز أحدهما يؤدي إلى عجز الآخر، لأنه مثل ما ثبت لأحد المثلين يثبت للآخر، وعجزهما يؤدي لعدم وجود شيء من العالم ولكن العالم وجد. موجود بالمشاهدة، فما أدى إليه وهو تعدد الإله باطل. وهذا البرهان قطعي أهداف اللي هو إيه؟ تفسير الفساد بعدم الوجود بالعدم، لا إطماع خلافا للسعد. سعد السفتاجاني رأى أن الفساد اختلال الإيه؟ النظام. نعم. يعني هو في وجود وفي خلق. نعم. إذا معناه اختلال النظام، عشان كده بيجي الدليل زي الدليل اللي بتستعمله العام، يقول لك المركبة اللي فيها ربعين أو طائرة تغرق، وهذا إيه؟ مش قطعي، ده احتمالي خلاص كده، لأنه ممكن ما تغرقش، يعني معناها ممكن يؤدي تنازعهما إلى غرق الإيه؟ السفينة، وممكن واحد بس يكون في السفينة وتغرق برضه. نعم. هو حصل من غير هو السفينة اللي غرقت عشان تنازع العبارة دي، هو واحد ما غرقت. فمن بقى يعني عايز يقول لك يعني الغرق ده مش عشان التعدد، هو واحد برضه بيحصل اللي أنت إيه بتتكلم عشان تموه كده إيه؟ براهين إيه؟ خطابية إقناعية. يبقى احنا نريد الان نشرح البراهين دي. احنا الاول تكلمنا في المره الماضيه عن ايه، نربط الكلام ببعضه، الناس اللي ما كانتش موجوده الوحدانيه، نطول الكلام فيها لان هي اساس العقيده، اساس العقائد. نفي الكموم الايه؟ الخمسه، وقلنا الكموم سته مش خمسه، لكن السادس ما راجع رجع الكم المنفصل في الافعال. لا، اذا كان اذا تصورناه يعني ايه معنى نفي الكم المنفصل؟ احنا قلنا الكم المنفصل في الافعال غير منفي. نعم. على معنى انه المعناه كثرة افعاله تعالى. شفت لما قلنا احنا درسنا ايوه مولانا الكم المتصل في الافعال ده غير منفي، بس ان اريد به ان افعاله تعالى كثيره. نعم. اما ان اريد ان له مشارك في افعاله يبقى كمه. نعم. كان في من شاركه في افعاله فهذا كم متصل وهو منفي. نعم. لذلك بعضهم جعل الكموم سته مش ايه؟ نعم. مش خمسه. لكن هذا المعنى رغم انه منفي ما هو في معنيين في كم المتصل. نعم. لم يجعلوها سته ليه؟ لانه راجع منفي للمتصل المنفصل، لانه احنا قلنا هو واحد في ايه؟ في افعاله. نعم. بعد كده ايه؟ في مساله مهمه دائره في الوحدانيه يعني اللي هي مساله ايه؟ توحيد الالوهيه والربوبيه. لا خليها دي في درس ثاني. فكرونا وفكرونا هنتكلم على ايه البرهان اللي في الآية الثانية. تمام كده؟ توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. طبعا احنا التقسيم ده من حيث انه نظري ما يهمناش، ممكن تقول توحيد الأسماء والصفات، توحيد الحاكمية، توحيد الربوبية، توحيد الأفعال، توحيد الذات. اعمل مثل الأشاعرة ما عندهم التوحيد ثلاث أقسام، توحيد الذات والأفعال الذات والأفعال. نعم. لكن كله ايه مستلزم لبعضه، يعني معناها لا يقول ان الموحد في الأفعال، يعني في بعض الناس موحدة في الصفات ومش موحدة في الذات او العكس، لا، يعني معناها لا يكون موحدا الا اذا كان ايه توحيده لو نفي الكموم الخمسه دي معناها ايه في الذات والصفات والافعال. نعم. يبقى التقسيم من الناحيه النظريه ما فيهوش مشكله، انما تقسيم التوحيد الى الوهيه والى ربوبيه لو كان المشكله ايه معنى الالوهيه؟ يعني استحقاق العباده، صرف العباده لمين؟ لواحد. اما الربوبيه يعني الخلق والرزق وايه والوجود، كل ده منسوب ايه الى واحد. ففي البعض بيقول لك ايه، في بعض الناس موحده في الربوبيه فقط لكنها في العباده بتشرك مع مين؟ الله. مع الله تعالى. ف
فجعلوا ايه التوحيد اثنين، يعني جعلوا بعض الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى سماهم في القرآن صراحة مشركين، هم قلبوا التسمية وسموهم موحدين لانهم بس في ايه في الربوبية دون الايه دون الربوبية. لكن احنا بنقول ما فيش معنى نقول به على انهما ايه بينهما تلازم، يعني من كان موحدا في الربوبية فهو موحد في الألوهية والعكس. لو قلت هكذا في التلازم بينهما فلا ضير ولا حرج ولا إشكال. لو قلت بأنهما إيه متلازمان، بمعنى إذا ثبت أنه تعالى خالق لا خالق سواه، هو الخالق وهو الرازق، إذا ثبت قطعا أنه لا يستحق العبادة إلا هو، واضح المشاركة؟ نعم. مش هو الخالق؟ نعم. هو الرب؟ نعم. ايه معنى الرب؟ يعني خالق. الله ربكم يا ايها الناس اعبدوا ايه ربكم الذي خلقكم كده. وهنا قال اعبدوا وقال ربكم. لو كان المعنى على حسب ما يقولونه والامر هنا بالعبادة، يعني افردوا بالعبادة، كان المفروض يقول ايه اعبدوا الهكم. نعم. اذا الرب هو الاله والإله هو الإيه؟ الرب. الرب ليه؟ لأنه طالما هو الخالق ولا خالق سواه فلا يستحق العبادة إلا الله، يعني إلا هو. القول بأحدهما يعني القول بتوحيد الألوهية قول بتوحيد الإيه؟ الربوبية. الربوبية. والإشراك في أحدهما إشراك في الآخر. نعم. فهم كده؟ يعني ان كنت موحد في واحد يلزم ان تكون في ايه في الثاني، وان كنت مشركا في الالوهية يلزم ان تكون، لكن هم قالوا لا الشرك بيبقى في الالوهية في الالوهية لكن ما يكونش فين ربوبية في الربوبية. يبقى اذا هذا الكلام الذي ايه نقوله لم نسمع بغيره لا من الصحابة ولا من التابعين الى يومنا هذا، ولم يخالف في هذا الا ابن تيمية واتباع فقط. نعم. حدش قال ابدا حتى في القرآن الكريم الانبياء مثلا هم الذين ايه ارسلهم الله سبحانه وتعالى لارساء مين التوحيد ودعوة الناس اليه، يكتفون في القرآن الكريم للدعوة الى احدهما ويضعون كل منهما موضع الاخر اكتفاء بشدة التلازم بينهما، يعني مرة يتكلموا عن الله ومرة يتكلموا عن وإليك البيان. تعال كده الآية اللي هي بيسموها في النساء. نعم. اللي هي أخذ ربك من في عالم الذر. وإذ أخذ ربك شوف كده الآية من بني آدم وإذ أخذ ربك ولم يقل إذ أخذ إله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. خد بالك هنا لما جاء بعد كده يتكلم عن الشرك في الربوبية قال أن تقولوا شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل. يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى لم يقل لهم ألست بإلهكم، وجعل الآية نفسها حجة على من أشركوا به في العبادة مش في نفس الآية حجة. يعني الميثاق لو قلنا بالاتكال بالاثنين أيه. لكن دول أشركوا في الألوهية. أيوه. إنما ما اعتبناش. بدليل يقول أن تقول يوم القيامة إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا إيه؟ ذرية. أليس هذا صريحا في أن أخذ الإيه؟ العهود بتوحيد الربوبية هو نفسه أخذ بتوحيد العبادة؟ نعم. نعم. واضح؟ تمام. إذا لا خلاف في ذلك بين العلماء من زمن الصحابة إلى الآن إلا ما كان من ابن تيمية وأشباه. نعم. ماذا قال سيدنا نوح عليه السلام لقومه الوثنيين؟ يقول لهم إيه؟ فقلت استغفروا ربكم. الاستغفار بشأن من شؤون الإيه؟ العبادة. نعم. ولم يقل استغفروا إلهكم. وأقام البرهان على توحيد الربوبية لما تقرر في عقول الناس أنها لا تعبد غير الله إلا إذا أشركت هذا الغير في الربوبية، يعني حتى الجهل العوام لا يمكن يعبد إله مع الله إلا إذا أشركوه مع الله في الخلق والربوبية. نعم.
يعني معناها اذا اشرك في العبادة يبقى لازم يعتقد ام العبد ليه، يعني لماذا عبد هذا الشريك على انه خالق مع الله وانه شريك لله سبحانه وتعالى. اذا حتى العوام فاهمين هذه القضية، فاذا محى عنها هذا الاشراك تبعه ايه؟ فدمت هو غير مشرك في الربوبية، اللي غير مشرك فيه في الألوهية. واضح ومثال من سيدنا نوح. تعرف سيدنا إبراهيم عليه السلام، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم فيه ولم يقل فيه إله، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميتنا، هذا إيه الربوبية دي. شوف بعدها إيه قال أنا إيه أحيي وأميت. ماذا قال لهم سيدنا إبراهيم لما جادلهم، جادل عبدة الكواكب، فلما رأى جن عليه الليل قال هذا إلهي، قال هذا رب، يعني هذا إلهي بدليل إيه؟ قال يا قوم إني بريء. لا، بدليل في الآية الثانية قال بل ربكم رب، هنا الشرك في الربوبية ويلزم منه الشرك فين؟ لأن بلدة في اللغة العربية يسموها بل إيه؟ للإبراد. يعني معناها فيها إبطال لما اعتقدوه من ربوبية الأصنام، فإذا بطلت ربوبيتها بطلت عبادتها اللي هي ألوهيتها. وذا الجد كده إبراد كده. قال بل ربكم، يعني دي مش أرباب، إنما ربكم مين؟ الله. فتوجهوا إليه بالعبادة وحده، لأن هذه الآلهة ليست أربابا وليست آلهة، مدام تنتفى كونها أرباب ينتفي كونها إيه؟ كونها آلهة. سيدنا موسى عليه السلام وهارون لما إيه أرسلهم الله تعالى إلى فرعون فقولا إنا رسول إله العالمين، رب العالمين. ولما سألهما فرعون من ربكما ولم يقل من ايه من الهكما، مع انه فرعون نفسه لم يفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الالوهية. مرة يقول لهم ما علمت لكم من اله، وقال لهم انا ربكم الاعلى، لانه عرف ان الرب هو الاله والاله هو الرب، مدام هو الاله هو الرب. ما علمت لكم من اله، فالآية الثانية يقول انا ربكم، يبقى معناها فرعون ادعى ايه الربوبية. لانه ادعى مش ممكن ادعى الربوبية الا ادعى اذا ادعى الالوهية، وما ينفعش دعوة احدهما بدون الايه بدون الاخر. كمان في برهان قوي جدا جدا من سيدنا عيسى، قال الله له، شو اجت هنا الالوهية، اانت قلت للناس اتخذوني وام الهين. وشوف لما السؤال لما جاء قرر سيدنا عيسى قال ايه ما قلت لهم انا اعبد الله الهي والهكم ربي ايه وربكم. كان ممكن لو كان الالوهية غير الربوبية كان حيرد على سيدنا عيسى يقول له لا تعال انت ما بلغتش الرسالة، احنا قلنا لك بلغهم توحيد الالوهية، لكن انت قلت لهم ايه ربي وربكم الله، ان الله ربي وربكم، تبلغتم الربوبية بس لكن ما بلغتمش، يبقى انت كده مقصر. فلما اقر الله تعالى هذا الرد دل على ان التوحيد ده هو نفس الايه التوحيد ده. لما قال له تعالى انت قلت لهم ان اتخذوني الهين، شوف الجواب ايه، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك ما قلت لهم إلا أن أعبد الله ربي وربكم. فلو كان لا يستلزم من الربوبية الألوهية كان حيرد عليه السؤال الثاني، انت قصرت، احنا قلنا لك بلغهم توحيد الالوهية لكن احنا بلغهم ايه نصف التوحيد بس اللي هو توحيد الايه الربوبية، لكن لم يحدث هذا. بل قال سيدنا عيسى في مواضع كثيرة من القرآن ان الله ربي وربكم، ان الله هو ربي وربكم فاعبدوه، يعني ترتب على كونه هو الرب ان يكون هو الاله، ان تعبد وتفرد وحده بالعباده. نعم وبعدين كمان في حاجه ثانيه، لما يموت الانسان ويدفن في قبره ويرسل اليه الملكان
يقولان له لو كان توحيد الربوبية ليس مستلزما لتوحيد الألوهية ما ينفعش يقولوا له لهم من ربك فقط، لأن من ربك دي لا تنجيه، ما ينفعش يؤمن بها. ما هو قالوا انت لا يقولون الله، اذا انت كده مشرك، ما هو المشركين معترفين بالموضوع ده. يبقى معناه حيسألوا سؤال ثاني، من إلهك؟ ولكن لم يحدث ايه هذا. فاذا اجاب ربي الله الملكان اكتفيا منه ولا يقولان له هذا توحيد الربوبية وهو لا ينجيك، ولازم تاخذ سؤال ثاني عن توحيد ايه؟ عن توحيد الألوهية. فقد رتب القرآن الكريم اللوازم الفاسدة على نفي الوحدانية في الألوهية بيانا منه تعالى أن الشركة يعني الإشراك في الألوهية يستلزم الإشراك في الربوبية عند المشركين لا محالة. إذا أشركت مع الله تعالى في العبادة هتسأل سؤال، لماذا عبدته مع الله؟ ها؟ لأنك اعتقدت فيه جانب أنه رب أو شريك لله خلاص أو مساوي له. ألم يقل سبحانه وتعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه لم يقل من رب؟ شوف كده كلمة إله رتب على هيك، تأمل كيف وما كان معه من إله، يعني معناها ما حدش يتعبد إلا هو، لأنه لو كان أحدا يستحق العبادة معه إذا لجهد كله بما خلق، والخلق متعلق به ربوبية إذا معناها بعد ما هو إله لازم حيكون رب، إذا حياخذ اللي خلقهم عشان يعبدوه هو وسن اللي خلقتم عشان يعبدوني أنا. يبقى إذن هنا إيه في استلزام واضح في هذه الآية. فمعنى هذا أن القرآن الكريم يقرر أن من أشرك في استحقاق العبادة كان مشركا لا محالة فيه في الربوبية. وقوله تعالى لو كان فيهما آلهة ولم يقل أرباب كده، هي لتلازم الألوهية والربوبية نفيا وإثباتا، يعني إذا ثبت أنه إله فلا بد أن يكون ربا، وإذا ثبت أنه رب فلا بد أن يكون إلها. وتقرير البرهان هكذا أنه لو كان معه شريك في الألوهية لكان شريكا في الربوبية. هم حيتعبد على أي أساس؟ يعني مثلا حتى تعالى لو أنت لو الإنسان لك أبوان مش أب واحد، واحد بيصرف عليك والثاني ما بيصرفش خلاص، يعني إذا معناها يبقى لا بد إيه إذا صار هو الثاني ما بيصرفش ليه؟ لأنه معتبر إنك أنت مش ابن مش حاصرف عليك، ولو كان أنت ابن حاصرف عليك مين الثاني؟ بالضبط، ما هو الدافع اللي هنا هو الدافع اللي إيه؟ فطالما ما بيصرفش عليك يبقى معناها انت مش ابنه، وطالما بيصرف يبقى معناها انت ايه ابنه. شوف التلازم ايه بينهما، يبقى معنى هذا. شوف كده الآية لم يقل لو كان فيهما أرباب لتلازم الألوهية والربوبية نفيا وإثباتا. وتقرير البرهان لو كان معه شريك في الألوهية لكان ايه شريكا في الربوبية، لأنه لو كان إلها لكان ربا ولكان خالقا، ولو كان كذلك لكان شريكا في وجوب الوجود. وكان ذلك يعني لو كان شريك في وجوب يعني في واجب الوجود حق ايه اثنين متعدد لفسدت العوالم وما كان لها نظام، بل ما كان شيء مما له وجود على المعنى الايه الثاني. قلنا الفساد له معنيان، اما اختلال النظام واما عدم الايه الوجود. فهذه ثلاثة ايه تلازمات ثلاثة. اول شيء بيان، بيان الاولى الثلاثة قلنا كم ملازمة ثلاثة بيان الاولى ان من كان ربا كان الها وبالعكس، ده اللازم ايه التلازم الاول. اثنين الممكن لذاته، الممكن لذاته يعني مثلا يقول لك هذا الشيء ممكن لذاته، ايه معنى ممكن في ذاته؟ يعني يستوي، يستوي لا يستوي فيه الطرفان الوجود والعدم. طب بالله عليك ما دامت هو ممكن لذاته
يبقى لا يمكن ان يوجد نفسه، يبقى محتاج لمين؟ لغيره، محتاج للواجب. يبقى معناها الممكن لا يملك الوجود فضلا عن الايجاد، هو ما يملكش الوجود، فما بالك ان يوجد. فمتى كان خالقا وموجدا كان لا محاله واجبا، لا ايه؟ لا ممكنا. او ده ايه التلازم الايه الثاني، التلازم الثالث. لو تعدد واجب الوجود ما كان هذا النظام، بل ما وجد كائن من الكائنات. وما كان هذا النظام يعني بمعنى الفساد اللي هو الاختلال، ولا ما وجد شيء من الكائنات معناه ايه؟ عدم الوجود. الوجود نعم. بعدين هنا ايه خلاص كده فهمنا الان ان ما فيش حاجة اسمها ايه قسمة في التوحيد. فالتوحيد هذا مستلزم، لو قلت بهذا من تقسيم النظر ان الله تعالى واحد في واحد في ربوبية، واحد في افعاله، واحد في كذا، ما فيش مشكلة. انما عشان تقسم الناس الى قسمين وتسمي الذين وصفهم الله بالشرك تقول عليهم موحدين، ما في آية سمت المشركين في القرآن موحدين، فانت تقلب فتسمي اهل الشرك موحدين وتسمي اهل التوحيد مشركين. ومعناها ده ايه؟ قلب للحقائق، مخالفة للسلف الذين يدعون التوحيد. السؤال هنا دلوقتي الدليل يعني معناها انت دلوقتي موحد في الربوبية وهذا التوحيد يشاركك فيه عبدة الاصنام، لكن كونك ما بتفردش الله سبحانه وتعالى وحده بالعبادة كده انت مشرك في الالوهية، وفي نفس الوقت موحد في الربوبية. ولهم على ذلك كلام قررناه، يعني معناها جعلوا ان التوحيد ده في الربوبية لا يكفي للنجاة، لا بد ان تكون موحدا في الالوهية. نعم. قلنا اذا ثبت انك موحد في الربوبيه فانت موحد في الالوهيه، والعكس. والعكس نعم. فرعون عندهم موحد في الربوبيه مولانا. مين؟ فرعون. فرعون لما علم ان الرب هو الاله والاله هو الرب جعل التلازم فاستعمل زي ما كان دي. نعم. قال انا ربك، حشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى. تمام كده. وجاء في الآية الثانية قال ما علمت لكم من إله غيره، لأنه ذا عنده في تلازم. فرعون لم يفهم هذا الانفكاك، فرعون نفسه لم يفهم. واحد احنا كان درسنا احنا في الاعداد او في الثانوي كان يقول لنا ايه، كان يقول لنا ده فرعون موحد مش مشرك، فنستغرب يقول هو موحد بس بيه بنفسه، وهو علم انه قضية التعدد باطلة. فقال لك انا لو اشركت واحد ثاني معاي ما حدش لا هيؤمن بي ولا باللي معاي، من دي القضية دي باطلة. فادعى ليه الواحد انا بس اله هو مش لمين الله معنى جديد بقى ده ما علمت لكم من اله غير معرفة ان يكون واحدا، فخذ استفاد جميع من الانبياء من سيدنا موسى فلا حد دعاها النفس كنت اقول اله واحد ما فعلا واحد بس انا القرآن نزل بالعربية، القرآن يقول وقال فرعون كذا عن حكم الله تعالى ما قاله فرعون بلغة القرآن لا بلغة فرعون. نعم. ما سبقه أحد اللي خلف المتكلمين وخلاص يا مولانا، ووقع في إشكالات عجيبة جدا جدا أنهم فهموا القرآن بدون فهم السابقين أو الأئمة، وأرادوا أن يستغلوا اجتهاد في العقيدة. يعني مثلا تعالى كده المشركين سماهم هم موحدين فين؟ في الربوبية. في الربوبية. تصور المشركين مش موحدين في الربوبية، خطأ هذا خطأ، لأنه قلنا يلزم من كونهم مشركين في الألوهية لازم يكونوا مشركين في الربوبية. في الربوبية تمام. لا
لو شوف حتى تعالى كده ايه والذين اتخذوا من دونه ايه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله ايه زلفى. وعندك في شرك في الربوبية ارباب متفرقون. والنمرود اشرك في الربوبية. لا تعالى كده عاوز اوريك ان هم مش موحدين لا في دي ولا في دي اصلا مش مو يعني هو بس فاهم منها كده يعني في سلك المؤمنين توضح لك المعنى اللي غاب عن ابن تيميه. هم بيقولوا ايه تعالى كده في ده عند الاقناع عند المجادله يعني اقراره من المشركين ده عند المناقشه انما بعد ما تنتهي المناقشه ده يرجع ايه لكلامه الاولاني. بس لما تيجي تحاجج لا يملك الا ان يقول الحقيقه هنا ايه عند المناظر انما ولا ان سالته عند السؤال وعند المناقشه انما بعد ما يرجع الى وضعه انت ما قلت ويتمسك بما كان رغم انه اعترف هذا الاعتراف ده نابع من الفطره التي فطر الله لا يملك الا ان يقر ولكنه مع هذا ينسب الخلق وينسب الرزق وينسب كل هذا ويشرك مع الله تعالى. لان تعالى كده اقرا كده ايات سوره المؤمنون حتجد فيها ايه حل الاشكال ده في اخر السوره اللي ايه لقد اللي فيها ايه الزباب لا قبلها وبعد ولو رحمناهم فما استكانوا لربهم وما يتضرعون لا قبلها بعدها ذي بعد ذي عذاب إذا هم فيه مبلسون وهو الذي جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون زرعكم في الأرض وليس تشكرون بعدين بكم كده افلا بل قالوا مثل ما قال الاولون قالوا ايه اذا متنا وكنا ترابا لقد وعدنا هذا ان هذا الا اساطير فين هنا توحيد الربوبيه فين ما فيش ليه ما قالوش ليه قولهم هذا الا اساطير عشان القران بيلزمهم بالمناقشه تعالوا انتوا كده خلاص ما فيش لا اله ولا فيش رب ولا فيش حاجه ده كله اساطير وكل كلام خارج قل لمن الارض ومن فيها ان سيقولون لله تمام كده طب بعدين ما انكر استنى كمل كده قل افلا تذكرون ثم المالكم طب بعدين قل من رب احنا رب من رب السماوات رب العرش العظيم سيقولون لله او في القراءه بتاعت ابو عمرو البصري سيقولون الله تمام قل من بيده ملكوت ايه كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه سيقولون لله قل فعنا بل اتيناهم وانهم لكاذبون يعني حتى في الربوبيه كلام ده بيقولوا بالسنتهم عند المناقشه هم كاذبون ليسوا موحدين لا هنا ولا هنا يبقى معناها الكلام اللي بيقولوا ده ما ينفعش ما يلزمش اهو فهمت ده بس فقط عند المناقشه عند العقلية يعني بنقول ايه لا يملك كده لا يعني زي ما تقول انت زنكته عايز يفلت يعني زي مثلا انت مسكت واحد كده تعالى انت الحرامي اللص اللي يقول لك لا ما حصلش تروح انت تعمل ايه؟ تقول له بس انت اعترف وانا ايه؟ حسامحك او حجيب واحد ثاني يطلع من القضيه تقعد تجرب في الحدث ما يعترف لك واول ما يدخل في المواجهه ينكر كل شيء ويرجع الى تمسكه الايه؟ الاولاني يبقى بالله عليك هل كان اعتراف هذا اقرار؟ لا ولا كان بس نتيجة طب يا رأيك عندما يقول أهل الشرك في القرآن الكريم كده واضحة لا وما نحن بمبعوثين ده أو نموت ونحيا ده مش دليل على إنكار كل شيء إلا الدهر الدهريين موجودين لا ثم لا في آية ثانية سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا اسمع في آية تقول هنا بيثبت وجود الله بس في المشيئة يقول لك لو شاء الله ما شاء كم ده ولا أبون ولا حرمنا من شيء بالله عليك هل هذا الكلام الذي قالوه باطل ولا حق ده حق لأن الله تعالى يقول في آية أخرى ولو شاء الله ما شاء شوف هم قالوا سيقولوا ما لو شاء الله ما أشرك ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم
لا قبل كده لا إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون قلت لله الحجة فلو شاء يعني أقر الكلام اللي قالوا لكن عندما قالوا لو شاء الله لو كانوا يعتقدون في قدرته ومشيئته وأنه يملك هدايتهم ويملك كذا لما أنكروا وجوده ولما عبدوا معه آلهة أخرى عندما قالوا لو شاء الله جرت على ألسنتهم هروبا من الإلزام الذي يلزمهم به الرسل مش أنت عاوزنا نؤمن بالله وأنت تقول الله تعالى له مشيئة مطلقة يا أخي ما تخليه شاء يهدينا وأنت تتعب نفسك ليه وتجذبنا وتقنعنا ما هو يملك يهدينا يعني معناها عاوزين يقولوا كف عن دعوة احنا مش مؤمنين الا اذا هو زي ما انت بس الداعي كان هدانا كان هدانا واحنا كده نهتدي اذا بالله على الداعي اقرار ولا اعتراف ولا داع زي عبارة عن مواجهة قضية بقضية اخرى يعني انت ترد عليه ونرد عليه حنصادر 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 على المطلوب لو احنا سلمنا باللي بتقوله لو احنا سلمنا باللي بتقوله ان في رب وبيهدي كان هدانا ولذلك هي مجادلة مجادل وليس اعتراف بأن الله تعالى يملك هدايتهم هم يريدون أن يلزموا الرسول بالحجة مدام كنت تقول الله قادر ومريد خلاص يريد وإحنا إيه مش هنقول له كأنهم يقولون منهجه بكلامه يعني عاوزين يبطلوا حجة الرسول بكلامه صلى الله عليه وسلم يعني زي من فمك إيه أدينك ولذلك مرة قال سيدنا علي والنبي صلى الله عليه وسلم غضب زعل منه جدا لما قال له تأخر عن الصلاة أو نام حتى طلعت الشمس قال له يا رسول الله أنفسنا بيد الله إن شاء إيه بعثنا وإن شاء تركنا فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا يعني هو بدل ما يقوله أنا يعني غطت عينه ونمت ومعلش ربنا يعفو عنه يريد أنه إيه ينفع عن نفسه المسؤولية ملكه فيعني تقريب للمعنى ملكه يا مولانا إذا قلنا كنا نرجع للآية ثانية بس الصحيح أن برهان الآية برهان إيه عقلي قطعي لا خطابي إقناعي وتوضيح ذلك زي ما قلنا كده إيه يحمل الفساد في الآية على خروج الكائنات عن دائرة الإمكان إلى حيز المستحيلات عشان كده يبقى برهان عقلي ولا يكون برهان خطابي يعني معناها الفساد هو إيه تخرج من كونها ممكنة إلى كونها مستحيلة ومعنى أنها مستحيلة معناها لا يمكن أن توجد أبدا لأن المستحيل من شأنه لا يتصور إيه وجوده طيب والمراد بالسماوات والأرض العالم كله طيب وعبر لي عن العالم بالسماوات والأرض لأنهما أظهر شيء لخلق السماوات والأرض أكبر إيه من خلق الناس إذا نفسر كده عشان يكون البرهان قطعي عقلي نفسر الفساد بهذا المعنى ده الأسلم وتقريره هكذا خد بالك من التقرير لأنه مهم لو أمكن تعدد واجب الوجود يعني الواجب إنه من شأنه لا ترتيب ولا تعدد واجب الوجود من شأنه إيه؟ الإرادة النافذة والقدرة الكاملة والتأثير التام وسائر صفات الألوهية يعني حيلزم له الايه الكمالات المطلقه فلو تعدد هذا الواجب شفت البرهان لكان العالم مستحيلا يعني معناه مش هيكون ممكن هيبقى مستحيل وطالما مستحيل يبقى معناها لا وجود له كيف ذلك نقول ثاني لو تعدد واجب الوجود الواجب كل واحد يعني القديم لكان العالم مستحيلا ولم يكن ممكنا فضلا عن ان يكون موجودا يعني ايه معنى الممكن ومعنى الموجود اذا معناها ممكن يعني معناها لا ممكن معناها يعني يمكن ان يوجد مش موجود بالفعل ده حيبقى مستحيل ان يكون ممكنا مش مستحيل ان يكون موجودا يعني بالاولى لازم ترجح لانه طالما هو موجود هذا مترتب على كونه ممكن لانه اذا لم يكن ممكنا لا يوجد فاحنا ما نقول ان العالم لا يكون موجودا ده العالم لا يكون ممكنا فضلا عن ان يكون موجودا لان كونه موجود فرع على كونه ممكن على كونه ممكن
نقول هاتان: لو تعدد واجب الوجود لكان العالم مستحيلا ولم يكن ممكنا فضلا عن أن يكون موجودا، لأنه ممكن يكون ممكن، لأنه ممكن معدوم وإيه وموجود مع بعض. أما الموجود خلاص خرج من إيه من أحد الترجيحين إلى الترجيح الثاني. يبقى هنا القياس ده اسمه إيه؟ استثنائي شرطي، قياس استثنائي مش قياس اقتراني. هنقول كده: لو تعدد، دي قضية لازم تكون شرطية متصلة، لو تعدد واجب الوجود لكان العالم مستحيلا، خلاص كده خلاص نكتفي كده. لكنه هنا أداة الاستثناء في المنطق اللي هي لكن، ولكن مش إلا، لكنه ممكن. يبقى معناها إيه النتيجة؟ أن واجب الوجود لابد أن يكون واحدا. قلنا لو تعدد، لازم تكون النتيجة نقيض الإيه المقدمة الأولى الكبرى، تمام كده؟ لو الأولى الصغرى، لو تعدد واجب الوجود لكان العالم مستحيلا، لكان العالم مستحيلا فضلا عن أن يكون ممكنا أو موجودا، لكنه ممكن. بس كيف عرفناه ممكن؟ بالوجود، المشاهدة. لا، المشاهدة تدل على أنه موجود، مش تدل على أنه ممكن. التغير. لا لا، افهم كويس. أن وجود العالم ده بالمشاهدة يدل على وجوده لا على إمكانه. ووجوده بعد عدم يدل على إمكانه، لأن الممكن يستلزم معناها دي استلزم المضوية في داخلها. يعني الوجود مستلزم ليه الإمكان. دليل الإمكان، تمام كده. لكنه ممكن، كيف عرفنا ممكن؟ بوجود المشاهد. الوجود مش هو الإمكان، ده دليل على الإمكان. وهذا قياس استثنائي مركب من شرطية، والقضية الشرطية على نوعين: قضية لزومية وقضية اتفاقية. اللزومية مثلا يعني معناها فيها لازم، لا ينفك التلازم العقلي، لازم بين الاثنين. يقول لك إذا كان هذا العدد فردا كان لا يكون زوجا، إذا كان زوجا لا يكون، ففي تلازم، تمام. إنما الاتفاقية: إذا كنت أنا في المسجد فابني في الايه في المنزل، هذا اتفاق. لما تقول يا ابن بروح المسجد بخليك انت. اذا كان المدرس في الفصل فسيارته في الخارج، ده اسمه اتفاق. يعني اتفق ان لكنه ممكن يكون جاي من غير سياره اصلا. نعم. في شرطيه اتفاقيه ولزوميه، وفي شرطيه لزوميه. اللزوميه اللي فيها ايه؟ تلازم. تلازم في الايه، في استلزام. يعني القضية اللي فيها شرطية لزومية. قفلنا كلمة ايه مركبة من شرطية لزومية، والملازمة ايه عقلية قطعية واستثنائية. ما الذي استثني في الآية؟ استثني فيها نقيض التالي، لانه عندك في المقدم وفي ايه التالي. فطالما استثني فيها نقيض التالي ينتج نقيض المقدم. اللي هو الاول اللي هو ايه؟ عدم امكان تعدد واجب الوجود. لو كان فيهما آلهة، يعني معناها ايه؟ لو تعدد واجب الوجود، يبقى عدم امكان التعدد. يبقى معناها التعدد ايه؟ غير مستحيل. غير ممكن. وثبوت استحالته، طالما ثبت عدم امكان التعدد وكونه مستحيل يثبت النقيض اللي هو ايه؟ الوحدانية. اللي هو الايه؟ الوحدانية. وشرح ايه الاستثنائية هكذا تقول: العالم موجود بعد عدم، صح ولا لا؟ نعم. ووجوده بعد العدم فرع عن امكان، وبيان ان الملازمة في الشرطية قطعية عقلية دليلها هكذا: لو امكن العالم على فرض تعدد الواجب لأمكن التمانع بين الواجبين، وهذا واجب وده واجب، في كل ممكن، لكمال قدرته، قدرة كل منهما عليه، وتوفر مصحح المقدورية فيه هو الإمكان. يبقى في جانبين: كمال القدرة من الواجب، ده واجب وده واجب، والمقدور ممكن، تمام كده، والتعلق موجود هنا وموجود هنا بالنسبة لكل من الواجبين، والممكن متساوية، النسبة بين الواجب والواجب وبين الممكنات متساوية. لكن إمكان هذا الايه الاستثنائي،
لكن إمكان التمانع محال. ليه؟ لاستلزامه المحال، فلا يكون العالم ممكنا. مع أنه ممكن موجود، مع أنه إيه؟ موجود، موجود، وطالما هو موجود يدل على أنه إيه؟ ممكن. ممكن، وطالما ثبت إمكانه يبقى انتفى تعدد مين؟ تعدد واجب الوجود اللي هو الإيه؟ الآلهة المتعددة، وثبت النقيض اللي هو الإيه؟ الوحدانية. نعم. إذ إمكان التمانع لازم لمجموع الأمرين، يعني لو أمكن التمانع هيجتمع أمرين، تعدد الواجب وإمكان العالم. وبهذا ظهر لك قضية الملازمة عقلا، بقي أن تعرف كيف استلزام إمكان التمانع للمحال، يعني كيف استلزام إمكان التمانع للمحال. التمانع يطلق على على معنيين، أن يريد كل منهما إيجاد الممكن بقدرته على وجه الاستقلال من غير مدخلية لقدرة الآخر. نعم. وهذا يستلزم أحد محالين، إما أن يوجد المقدور بكل من القدرتين وهو توارد مؤثرين تامين على أثر واحد وهو غير ممكن. نعم. وإما إيجاده بأحدهما فيلزم الترجيح بغيره مرجح، وهو محال. فالتمانع إذا محال لاستلزامه المحال، وإمكان المحال محال. والخلاصة أنه أن تعدد الواجب إذا كان مفروضا لزم ألا يكون شيء من الأشياء ممكنا. ليه؟ لألا يلزم إمكان التمانع الذي هو محال. وأما التمانع بالمعنى الثاني، التمانع بالمعنى الأول فهمناه، التمانع بالمعنى الثاني أن يريد أحد الواجبين وجود الممكن والآخر عكسه، فهذا أيضا يستلزم المحالات الثلاثة اللي قلناها. مفهومين؟ أن ينفذ المراد، أن ينفذ مراد أحدهما، يعني ينفذ مرادهما أو ينفذ مراد الاثنين أو ينفذ مراد والثلاثة كلها إيه؟ باطلة. إذا فقد أعطاك الله سبحانه وتعالى هذه الشرطية اللزومية في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة، وقد علمت معناها أنه كده بالبساطة بعد ما قررنا الأدلة العقلية أنه لو كان لهذا العالم إله غير الله، خذ بالك إلا في الآية ليست أداة استثناء ولكنها صفة، بمعنى غير، يعني غير الله، لأنها لو كانت أداة استثناء صدق هيلزم إيه؟ هيلزم أن الآية لا تقرر التوحيد وإنما تقرر التعدد. نعم. فلو كانت إلا استثناء يبقى معناها حاجة استثناء متصل أو استثناء إيه؟ منقطع. نعم. يبقى معناها كأنك تقول كذا لو كان فيهما آلهة ليس فيهم الله لم تفسد كذا؟ نعم. لفسدت. أما إذا كانت آلهة فيهم الله لم تفسد، وهذا المعنى بعض لا يريد القرآن، فلا بد من تفسير إلا بمعنى غير. نعم. مش هينفع، ما هو لو الاله معناها يعني لو كانت متصله بمعنى انه ده اله وده اله، يعني المشتركين في الالوهيه، منفصل لانه هؤلاء الالهه ليسوا ايه من نفس الايه الالهه، يعني محدثه وده منقطع. ولذلك الايه تقرا كده ولو كان فيهما الهه الا الله، تمام كده بالرفع، ما حدش يقراها الا الله ابدا، فدليل على انه الاستثناء منقطع. نعم. لأن الآلهة لا يمكن هيكون إيه؟ لا يمكن أن يكون الله تعالى من جنس هذه الآلهة. فيبقى وده من ظواهر الكتاب اللي الأخذ به يعتبر من أصول الكفر يا مولانا، يعني ظاهر الآية أن لو كان فيهما آلهة ليس فيهم الله لم تفسد أو فسدت، ولو كان فيهم آلهة فيه. تقديك يا شفت لما تعلم معناها لو كان لهذا العالم إله غير الله إيه اللي حيحصل؟ لما كان صالحا لتعلق القدرة والإرادة الإلهيتين لخروجه عن دائرة الإمكان إلى الاستحالة. نعم. ولا تتعلق الصفتين دول القدرة والإرادة إلا بالممكن. نعم. وانتفاء الصلاحية للتعلق هو معنى فساده، يعني معناها طالما هو العالم مستحيل والقدرة والإرادة لا تتعلق تعلقهما بالممكن، بالممكن، فعدم التعلق
هيؤدي الى عدمه، لانه اذا لم تتعلق القدره والاراده لا يوجد شيء. نعم. وهذا الشيء اللي هتتعلق به القدره والاراده ليس ممكنا، ده مستحيلا، فلا تعلق فلا وجود. نعم. يبقى معنى الفتاه سببه ايه؟ انتفاء الصلاحيه للتعلق هو معنى فساده. انتفت صلاحيه التعلق. طب لماذا انتفت؟ لانه ليس بممكن. التعلق يكون بالممكن، الاراده والقدره بالممكن فقط. واشار الحق تعالى الى لزوميتها، احنا قلنا في تلازم بين تعدد الالهه وبين عدم وجود العالم، في تلازم. من اين جاء هذا التلازم؟ حتى لو لم ناخذه من قلنا التلازم عقلي قطعي، لانه لو لم يكن عقليا لما كانت الايه دليلا برهانيا قطعيا. التلازم او في استلزام موجود في ايه، في ايتين، في قوله تعالى اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا، وفي قوله تعالى اذا لذهب كل اله بما خلق. يعني يلزم من تعدد الآلهة أن كل إله ينفصل عن الثاني ويذهب بما خلق. نعم. ويلزم أيضا إيه؟ أنهم يتغالبون ويريدون الوصول إلى ذي العرش للاستيلاء على الإيه؟ على هذا العالم دونه. أو معنى إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، يعني حاجتين. لماذا يبتغون السبيل الى ذي العرش؟ اما لمغالبته اذا كانوا هم حيجتمعوا وحيغضروا، او لان يتقربوا منه اذا حسوا انهم ضعفاء ومش حيقدروا يزلوه، فيحاولوا ايه ينافقوا كده ويتقربوا منه. واذا كانوا حيقدروا يزلوه من العقل حيروح ايه يغالبوه، يبقى تحتمل ايه معنى. وهذا لازم، وهذا في الحالتين. يبقى هنا في تلازم ولا ما فيش؟ في تلازم، في تلازم. كما أعطاك الله تعالى الشواهد على صحة الاستثنائية القائلة بأن العالم ممكن، حيث نبهك إلى حدوث هذه الكائنات المتكاثرة. وأي برهان أصبع وأوضح على إمكان شيء من وجوده بالفعل بعد أن لم يكن؟ نعم. ده معنى إيه البرهان؟ واضح البرهان؟ واضح المولاي. تمام كده؟ تمام. البرهان قطعي وعقلي وبرهاني، وليس ايه خطا باقناع. نرجع ايه برضو الى القضيه اللي احنا اتكلمنا فيها الاول، اللي هي توحيد الالوهيه وتوحيد الايه الربوبيه. جعلوا الربوبيه ايه معناها انفراد الخلق والعباده. لا الالوهيه انفراد المعبود بالعباده، حتى ولو ايه أقروا، يعني نفوا الخالقية ونفوا الرزق عن الايه الآلهة او الأرباب الأخرى، ولكنهم صرفوا استحقاق العبادة الى غيره، قدولة مشركين فين؟ في الألوهية. اذا يرجع المحور الأساسي الذي يرتكزون عليه اللي هو مسألة الايه العبادة العبودية، معناها انك لا تفرد المعبود سبحانه وتعالى بالعبودية. تصورهم او مفهومهم للعبادة معناه ايه؟ لما اقول لك عرف العبادة إيه، كيف تكون عابدا، او كيف يكون الفعل الذي يصدر من الانسان يسمى ايه عبادة؟ هل الخضوع والتذلل هو العبادة؟ هل مثلا السجود والانحناء ايه مع تفسير العبادة؟ بالعبادة تعرف الاتيان باقصى غاية الخضوع قلبا او قالبا. يبقى عندك الخضوع في حاجتين، خضوع داخلي وخضوع ايه اقول لك قلبا او ايه قالبا او قالبا. الاتيان بأقصى غاية الخضوع قلبا أو قالبا مع اعتقاد ربوبية المخضوع له. بشوف القيد ده. فإذا فعلت غاية الخضوع دون أن تعتقد ألوهية أو ربوبية من تخضع له، فليست هذه عبادة. وحنبدأ الأمثلة على كده. يبقى إن انتفى ذلك الاعتقاد اللي هو ذلك القيد،
لم يكن ما أتيت به من مظاهر الخضوع من العبادة شركا في كثير ولا قليل مهما كان المأتي به ولو سجودا. يبقى إذن لا يمكن أن نفسر أي عمل بأنه عبادة إلا إيه؟ إذا كان على جهة الخضوع لمن إيه؟ تعبده بشرط اعتقاد إيه؟ الربوبية إيه؟ في المخضوع له. واضح كمان واضح. ومثل اعتقاد الربوبية فرض أنت مش معتقد المرب مثلا، لكن وضعت فيه خصوصية من خصائص الربوبية زي ايه؟ الاستقلال بالنفع والضر وكنفوذ المشيئة ولو بطريق الشفاعة لعابده عند الرب الذي هو أكبر من هذا المعبود. يعني بعض الناس لا يصرحون بأنها أرباب ولكن يجعلون فيها ايه؟ من خصائص أو من صفات الألوهية، وحنوضح هذا المعنى. فلماذا كفر المشركون بسجودهم لأوثانهم ودعائهم إياهم وغير ذلك من أنواع الخضوع؟ لتحقق هذا القيد وهو اعتقاد ربوبية ما خضعوا له. ولا يصح أن يكون السجود لغير الله، لو أعظم مظاهر الخضوع ده، لا يصح أن يكون السجود لغير الله فضلا عما دونه عبادة بدون هذا القيد. يعني هل يمكن أن يكون السجود لغير الله تعالى عبادة بدون اعتقاد ربوبية المسجود له؟ فإنه حينئذ يكون كفرا. وما هو كفر؟ فلا يختلف فيه باختلاف الشرائع ولا يأمر الله تعالى به. يبقى لو كان مجرد السجود والخضوع بدون اعتقاد ألوهية من تخضع أو تسجد له، لو كان كفر كده لما أمر الله تعالى به ولما اختلف من شريعة إلى شريعة أخرى. كيف وقد أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم؟ يبقى هنا في قيد انتفى، اللي هو أن الملائكة لم يعتقدوا ربوبية من آدم، ولو اعتقدوا ربوبية آدم لكفروا حتى من غير السجود. نعم أمر من الله سبحانه وتعالى. حتى لو كان هل يأمرك الله تعالى أن تعتقد في ربوبية غيره؟ نعم. يبقى هنا عاوزين قيد مع أي عمل. يعني مثلا إذا وقفت كده أمامك أنت الآن كده، وقفت كده مؤدب باحترام كما تقف في الصلاة، بل وقفت قدام ساعة الصلاة أنت بتقف بقدر أن تقرأ الفاتحة وآية مثلا. نعم. هذا الوقوف اللي هو دقيقة واحدة في الصلاة عبادة، والوقوف أمامي بكل هذا ترى تربع ساعات مش عبادة. ليه؟ لأنك لم تعتقد فيه الألوهية ولا الربوبية. نعم. هذيك أنت بتروح لوالدك ولا لوالدتك وتخضع لهم وتتذلل تحت، وقال الله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، لكن على وجه اعتقاد الألوهية فيهم؟ لا. ده أنت لو اعتقدت ألوهيتهم وضربتهم تكفر من غير ما يبقى المسألة ايش المقدرة بهذا القيد المهم اللي هو الاعتقاد. إن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود مين؟ لآدم. وذلك لما كنا ندرس في الكليج تقول للبنات تقول لهم مين؟ من أول من سجد لغير الله ولم يكفر؟ هم يقولوا كده المشركين، يقول لا سبقهم الملائكة سجدوا لغير الله. سجدوا مين؟ لآدم. بل ذكر القرآن الكريم سجود إخوة مين؟ إخوة يوسف. وبعض الناس يقول لك ده كان كده انحناء ولم يكن يعني سجود بمعنى انه الى لا، الله تعالى شوف قال كده وخروا، يعني هذا دليل على ان السجود من اخوة يوسف كان الى الارض. نعم. بدليل ايه؟ فخروا. والملائكة ما قال لهمش كده، قال لهم قال فقعوا له. كلمة فقعوا حاقع على ايه؟ على الارض. حاقع على فينا؟ حاقع على ادم والحاقة على مين؟ سيدنا ما فيش تعظيم من الآدم. نعم. يبقى كده ده مش ده نبي، سيدنا يعقوب ده نبي ومعاه مين؟ زوجته. نعم. إن رأيته إيه؟ أحد عشر أخ، والشمس والقمر كان نبي عن إيه؟ عن أبيه وأمه.
يبقى اخوات الاحد عشر وزوجته سيدنا يعقوب خروا له يعني مين؟ ما ينفعش لا تستطيع ان تقول خروا له يعني لله، خروا له ايه؟ الجدل. وذلك ابن كثير السلفي اللي هو من تلاميذ اللي يقول ايه؟ اي سجد له ابواه واخوته. وقال في التفسير: وقد كان هذا سائغا في شرائعهم، اذا ايه سلموا على الكبير يسجدون له، ولم يزل هذا جائزا يعني السجود من لدن آدم إلى شريعة عيسى، ولكنه حرم في هذه الملة. شو حرم؟ يعني عارف لو كان السجود لغير الله مع عدم الاعتقاد كفر، لا يمكن ينسخ، ما فيش نسخ في الاعتقاد، لا يمكن يكون كفر في شريعة من قبلنا، لا يمكن يعني في إيمان في شريعة من قبلنا وكفر في شريعة من. ممكن يكون حلال وحرام، النسخ ده في الأحكام ما ينفعش يكون لا. وعارف لو كان كفر مش ممكن ربنا يأمر به أبدا، إن الله لا يأمر بالفحشاء، فكيف يأمر بالكفر؟ يبقى معناها عندما أمر الملائكة بالسجود لآدم لم يأمرهم بأن يعبدوا آدم، ده هو فعل. الدليل على كده إيه؟ في الحديث الشريف أن سيدنا معاذ قدم الشام، راح الشام فوجدهم يسجدون لأساقفتهم، وجد أهل الشام يسجدون لليل الأساقف والقسس، فلما رجع سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أول قلت ده لا يمكن، إذا كان الجماعة دول الفسقة لعمين بابوات وما موات يسجد ليهم، انا افضل واحد اسجد له مين؟ فرجع على المدينة راح ساجد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: ما هذا يا معاذ؟ قال: رأيتهم يسجدون لأساقفتهم وانت احق ان يسجد لك. فقال: لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. فشوف عبارة النبي لما يقول لو كنت امرا، بالله لو كان كفرا هل يتخيل ان يقول امر به؟ لا يمكن. وذلك مذهب الاحناف يقول لك: والسجود بين يدي السلطان دا اثم او ذنب او كذا، ولكنه لا يكون كفرا الا اذا اعتقد ألوهية السلطان او ألوهية الحاكم، مش بامر الله، الحاكم بامره. وبعض الناس لما يشرح نحن نقول لك ده الحاكم بامر ابليس مش بامر الله. يبقى في حديث ثاني ان سلمان الفارسي كان حديث عهد بالاسلام لسه جاي جديد، لقي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: لا تسجد لي يا سلمان، واسجد للحي الذي لا يموت. يعني معناها كان جائزا وكان مباحا، ولكنه في هذه الشريعة خص أو أصبح من خصائص المولى سبحانه وتعالى. وقد علمت ان هذا لا يختلف، الايمان ما يختلفش، ما فيش حاجه في الامم السابقه شرك وبالنسبه لنا توحيد ولا العكس، فهذا لا يختلف باختلاف الشرائع، ولا يدخله النفس، ولا يامر الله تعالى به في وقت دون وقت. فلم يكن سجود الملائكه ولا سجود ليوسف عليه السلام مع خلو الساجدين من اعتقاده خصيصة من خصائص الربوبية لمن سجدوا له، بل هو من الملائكة عبادة، لأن الله تعالى أمرهم به. ومن أخوة يوسف تحية له جائزة، ونسخ هذا الجواز في شريعتنا منسوخ على أنه حرام وحلال، يعني في باب الايه؟ الفقه، وليس في باب الإيمان ولا العقائد. طب ليه حكم العلماء بالكفر على من سجد للشمس او للقمر او للوثن؟ لانها عبدت من دون الله. يعني لو واحد مثلا سجد للشمس او للقمر او لصنم يحكم عليه بالكفر،
انما لو سجد للسلطان يتأدب مثلا ضرب مثلا ما تعملش، انما لانه ما دا عبد يعني معناها في اماره او في علامه في قرينه على ان في قرينه على انه دا من ايه من امارات الكفر الذي هو انكار ما علم من الدين بالضروره، زي بالضبط ما العلماء حكموا بالايمان وهو معنى قلبي لمن نطق بالشهادتين من اجل انه دليل عليه لا لأن الأول بمجرده كفر أو الثاني بمجرده إيمان. نعم. يعني مش معناه هذا كفر إذا فقط هو إيه دليل دليل. وتوضيح ذلك زي ما قلنا لك وقوفك بين يدي الوالدين أو المعلم أو الأستاذ ووقوفك بين يدي الله. لماذا هذا عبادة وهذا ليس عبادة؟ النية. يبقى معناه كده القاعدة تقولها كده. لا يكون الخضوع ولا التذلل ولا حتى تقبيل الأقدام ولا حتى السجود في أكبر من كده، لا يكون عبادة إلا إذا اعتقدت ألوهية وربوبية من تفعل له ذلك. هذا هذا القيد بدليل إن كده ليس كل خضوع عبادة وليس كل تعظيم عبادة وليس كل استغاثة أو نداء، أنت بتستغيث مثلا إغاثة الدب